ما هو ثقافي، والحدث الثقافي هو احتفال باليوم العالمي للمسرح، وعلى هامش ويظهر عنا مجموعة من العروض. اليوم باش نحتفي بمسرحية من إنتاج تونسي ولكن مخرجها سوري. مرحبا بك أستاذ أسامة غنم، مخرج من سوريا. مرحبا، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بيك ومبروك. خليني نقول لك المسرحيه الجديده. يبارك في عمرك، الف شكر. يعيشك. الى جنبك طبعا احمد هالحمروني، مساعد بتاعك، مساعد المخرج. مرحبا بيك، اهلا وسهلا. مرحبا بك. عايش. دونك المسرحيه بعنوان فويتسك. 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 فويتسك اللي هو اسم شخصيه. شو اسم بطل المسرحيه؟ اللي هي مسرحيه المانيه من 1837 لكاتب اسمه جورج بوشنر، مات شاب. وهي غدت لاحقا عبر القرن العشرين واحدة من كلاسيكيات المسرح الغربي، يعني تعرض كثيرا، تشبه هاملت او فاوست او دون جوان. نحكيو على اقتباس معناها. تماما، فبالتالي نحن عاملين اقتباس محلي الان هنا. كان هو التجربة جميلة جدا بالنسبة لي مع فرقة المسرح الوطني التونسي بمجموعتين هيك متكاملتين، يعني في ممثلين ذوي خبرة وذوي باع، يعني بيشتغلوا من زمان مع السيد فاضل الجعايبي بعروض مختلفة، وفي ناخذوا فكرة عن الممثلين أستاذ. تماما، في السيدة لبنى مليكة، أيمن الماجري، مجد مستورة، طلال أيوب، زينب هنشيري، عبد الحميد نوارة، أديب الحامدي، وسليم الذيب. فبالتالي هن قسم منهم طلاب السنه الثانيه في مدرسه الممثل التابعه للمسرح الوطني التونسي، وقسم منهم ممثلين متخرجين من هذه المدرسه او من معهد الفنون المسرحيه بتونس. فكمان هو يعني كانت رحله بصراحه مع خلينا نقول خبرتين او جيلين هيك متقاربين، يعني بالعلاقه مع نص جميل وغني. طيب احنا جبدنا على النص، ولكن القياده اخراجيا هي لحضرتك، وانا نحب نعرف هوني يعني المسرح السوري والمسرح التونسي، عندك فكره من قبل على المسرح التونسي وعلى تاريخيه المسرح التونسي وعلى الاسماء اللي لمعت وبرزت في المسرح التونسي؟ تماما، انا يعني بمحل محلاتنا الاشياء اللي حببتني بالمسرح ودفعتني اني اهتم بالاخراج هي عروض استقبلناها بدمشق، عروض تونسيه لا تنسى، من السيد فاضل الجعايبي، عشاق المقهى المهجور. انا كنت طالب في المعهد وشاهدتها ثلاث مرات بدمشق، عروض للاستاذ توفيق جبالي، للمرحوم عز الدين قنون اللي هاي السنه في المهرجان الاول باسمه المتوأم مع مهرجان يوم المسرح، عروض للاستاذ محمد ادريس، كنا نشوفهم كطلاب مصورين. فبالتالي المسرح الجديد وامتداداته هو واحدة من المصادر الأساسية اللي بتعنينا كثير كممارسين للمسرح العربي بسوريا يعني. فهن فعلا أساتذة وتعلمنا منهم جدا، وأنا هون موجود بدعوة من مدير المسرح الوطني التونسي السيد فاضل الجعايبي اللي قرر أنه يستدعي مخرج مسرحي عربي يشتغل مع المسرح الوطني التونسي ونعمل هاي التجربة. فهذا امتداد لما تعلمناه يعني. أنا ما عنديش هوني ممثل بحذينا لهنا باش نسأله على الإدارة بتاعك وكيفاش التعامل والأجواء وكيفاش يتعدى اللي نقولوا لكوران احنا بين المخرج وبين الممثل. ما معايا مساعد المخرج باركونت، خمزه الوصل بينكم الزوز. شنو نجم نقولوا احمد على الاجواء العامه في الكواليس؟ كيفاش كان التحضير للمسرحيه هذه والاشتغال عليها حتى تخرج في ثوبها النهائي؟ بالنسبه لي انا سي اول حاجه نقولها ونهني الدكتور اسامه غنم على الشجاعه والكوراج اللي عنده انه يتعامل اولا لاول مره مع ممثلين ما همش سوريين، مع مسرح اجنبي عليه، مع بلاد ما عندوش عليها معناتها معاش، ماهوش عايش في البلاد هذيا، ما يشوفش. فويتسيك اليوم تحكي على تونس مع شخصيات توانسه، مع حدث تونسي، مع هذايا سي تري كوراجو. انا بالنسبه ليا من اسامه انه يدخل في في يدخل في 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 صراع او نجم نقولوا في المعيشه نتاعنا اليومي، اي خاطر ويترجموا في شكل فن معناتها. بطبيعه معناتها، خاطر فويتسيك هو عمل فني بالاساس، ماهوش يحكي على
فويتساك ما يحكي على الإنسانية، ما يحكيش على تونس بالذات. صحيح تونس اليوم الآن وهنا فويتساك، صحيح صحيح الحدث التونسي، صحيح الشخصيات التوانسة، أما 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 بالأساس هو يحكي على الإنسانية بصفة عامة. أكبر دليل إنه النص هو نص ألماني، معناها نص ألماني عالمي من النصوص العالمية هكا ولا يا أحمد؟ أكيد أكيد أكيد. نرجع لكم نحكي شوية على الموضوع، نحكي شوية على الموضوع اللي تطرقت له اللي هو الخيانة الزوجية. طيب إحنا نقولوا هذه من المواضيع المألوفة أستاذ، هذا المواضيع التقليدية الكلاسيك، يعني ما الجديد في الطرح على مستوى الطرح؟ هلا الجديد هو موجود بالمسرحيه الاصليه مع بوشنهر، بمعنى انه التيمة تبع الخيانه العاطفيه حتى نقول اللي هي ممكن تكون تيمة جدا بنال اذا عالجناها بشكل بسيط، وممكن تكون تيمة بتحكي اشياء مهمه جدا عن الحياه، عن الرجوله، عن الانوثه، عن الحب، عن الالم، عن العنف، عن عدم الرضا عن الذات، عن عدم الشبع، عن الجشع، عن الاف الاشياء. فبظن انه نحن اللي حاولنا نعمله مع الممثلين هو انه نسال انه هاي المسرحيه بالنسبه لنا كافراد اول شيء وين بنلاقي نفسنا فيها، وين بنلاقي نفسنا بتناقضاتنا، بمعنى انه هي قوتها الاساسيه بظن عاشت لهلا انه هي ما أنا مسرحيه فيها ابيض واسود اطلاقا، ولا مسرحيه ميلودراميه، بالعكس هي مسرحيه جدا كومبلكس، مسرحيه معقده على مستوى البنيه، وبالتالي فيها جمله انا بشوفها مفتاح وهي اشتغلنا عليها، بيقول انه كل انسان هو هاويه نصاب بالدوار اذا ما نظرنا داخله. فهي كانت مفتاح، بمعنى انه خلينا نواجه الجحيم الداخلي تبعنا، الاهواء فيها ابعاد فلسفيه جدا وبنفس الوقت فيها القوه، لان هي واحده هي تعتبر اول دراما بروليتاريه بالتاريخ، يعني بمعنى اول مره مسرحيه ابطالها ناس من القاع يعني. فبالتالي في كثير اشياء مغريه للعمل عليها، وبدي اكد على قصه انه العمل مع هالفريق الممثلين هو متعه حقيقيه، لانهم كتلة موهبة وكتلة هيك طاقة وباشن باسيون لأنهم يعملوا مسرح، فأنا جدا جدا مسرور. طيب سيدي ان شاء الله نحن نقولوا سعادة هذه تكون بارتاجية، تكون ريسيبروك، تكون بينك وبين الممثلين وتترجم توصل للمتلقي للجمهور. احمد نرجع لك مرة أخرى، البارح كانت لابريميير في عرض ويظهر لي حتى التلفزة الوطنية في قناتها الثانية كانت موجودة وحاضرة وسجلت العرض هذايا. نعم واكبت بلوتو العرض. اي هو امتداد نتاع شغل نتاع 10 اسابيع 11 اسبوع تمارين للفويتسيك، والبارح كان عرضها الاول والحمد لله معناتها نجحنا. انا كنت باش نسالك انا جاوبتني قبل باش نقول لك كيفاش تحسست العرض الاول في تلقي الجمهور لاول، معناها هذه هذول تجربه لكم انتم بدرجه اولى انكم تشوفوا كيفاش باش يتلقى الجمهور المسرحيه. الرتور اللي وصلنا يعني بصراحه ايجابي جدا ودافئ جدا يعني هلا وما زال تماما. هلا الناس هون كمان محبين جدا، هي اهم ملاحظه الواحد بحس فيها لما بيجي على تونس، انه في طاقه محبه هيك وحسن استقبال وكرم بالمشاعر وبالفعل كمان عظيم جدا. وهذا امبارح بصراحه انا عن جد حسيت فيه. وبعدين صار دباء بعد العرض، كان في حضور كثيف يعني بقيت كميه كبيره من المتفرجين، وكان نقاش على مستوى وفي اراء متعدده. فبالنسبه لبريمير بظن يعني كان نهار جميل امبارح، يعني اللي عشنا احتفال حقيقي بيوم المسرح العالمي يعني. ولي الفخر اني اكون انا يعني واحد من الافراد بقلبوا الاحتفال. اكيد واحنا السعداء ايضا بالطبيعه، لانه هذا ما ينجم يكون كان ثراء استاذ للمسرح للساحه الثقافيه التونسيه. نختم معكم بالاجنده، الاجنده ما دام عملنا العرض الاول فاول سؤال يتبادر للذهن هو العروض القادمه، العروض الجايه وبرمجتها فين ومتى واين؟ تفضلوا. موعدنا ان شاء الله يكون في الجمعه الجايه للسيكل نتاع فويتساك بقاعه الفن الرابع المسرح الوطني التونسي شارع باريس. الجمعه والسبت والاحد. اي نهايه الاسبوع. نهايه الاسبوع اللي هو باش يكون السيكل الاول بعد العرض الاول. اللي نتمنى ونستدعيه اللي ما تفرجش في فويتساك، اللي ما شافش واللي سمع واللي تو مش يسمع على فويتساك واللي تشوق اللي يحضر على اللقاء هذايا وهكا اعطيناه افون جو دي فلاش هكا باش يجي ويحضر. مرحبا مرحبا بالناس الكل، مرحبا باللي يحب يتفرج على فويتساك، مرحبا باللي يسمع على فويتساك ويحب تشوف فويتساك تونس ويحب
ويحب يتكشف ويرى الشغل والخدمة نتاع أسامة. ومرحبا بالعباد الكل اللي يحب يكتشف، دونك مرحبا بالناس الكل. نختم معاك استاذ، لانه نتصور وان كلك شوق للسيكل الاولاني هذايا من فضاء ارحب، بعد لا بروميير الى فضاء اوسع وارحب. تمام. انا يعني امبارح نحن كان ضمن مهرجان، فبالتالي كل ليله في مهرجان غني جدا، كل ليله في عرض جديد عالمي وعربي وتونسي، فانا متشوق للقاء اللي خلينا نسميه اليومي تبع يوميات المسرح الوطني التونسي ضمن سيكل نورمال يعني بقلب البرمجه تبع السنه كلها. والجمهور التونسي جمهور محب وغني وذكي ومتطلب، فأنا جدا سعيد أني قدرت أقدم شيء يعني. احنا الاسعد اكيد، وكل عمل فني ثقافي مسرحي نحتفي به في الفضاء هذايا. وشكرا لكم، وان شاء الله نرجعوا باش نحكيوا على رجع الصدى، على كيف تلقى الجمهور التونسي وما هي اهم الاراء اللي كونها حول المسرحيه. شكرا لكم الزوز، مرحبا بكم. شكرا لكم الزوز. نمشيوا لواحد من اشهر الاغاني الحقيقه، واحنا نحكيوا على الوحده العربيه.